السولية يعني شكل، وحسام غالي ده حاجة حسام يعني غالي في منطقة أحسن لوحده من يا كابتن. لمس الكرة في مصر. بص كابتن، حسام غالي في منطقة بالظبط. لوحده، وبالمناسبة دموعه غالي علينا بكاء امبارح. يعني حد من الشخصيات اللي هي سايبة بصمة في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ منتخب مصر وفي تاريخ منتخب الشباب، من اول ما كان مع كابتن شوقي غريب في كاس العالم في الارجنتين. اللي التاريخ بيكتبه معاطي، ما خلاص اللي التاريخ بيكتبه ايوه، خلاص ما عاوز اقول لك بيتنسيش. ان كابتن حسام غالي في مرحله من المراحل كان هو بشكل واضح بيقول لي انا ضدك في موقف معين كده في 2005، وكنا بنتكلم يقول لي انا في الموقف ده ضدك، وكنت ببقى مبسوط جدا ان حد صريح بيواجه كده وهو في سنه صغيره. يعني بيقول لك انا ضدك، انا مع فلان، انت غلطان وانا مش هسيب صاحبي. فانا قصدي اقول الشخصيه القياديه دي يا كابتن، حتى لو راحت غابت سنه لا هترجع للنادي الاهلي، حتى لو مش لعيب هترجع في أكيد الاداره. أكيد أكيد. وشخصيته شخصيه قياديه ومهمه، واتمنى بس ان ايه بعض لاعبي النادي الاهلي ياخدوا ده، يعني يبقى معروف مين اللي بعده. يعني في ناس في النادي الاهلي من صفاتها بعض، يعني شريف اكرامي عندك في شريف، وعندك حسام عاشور، وعندك وعندك عبد الله احمد فتحي، السعيد، وعندك احمد فتحي، لا عندك ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني. وعندك عماد متعب طبعا، عماد الكابتن متعب نجم كبير. كبير. يعني نجم لا كبير، الاهلي يعني كل الناس كان نفسها امبارح عماد متعب ينزل، كل الناس كان نفسها عماد متعب ينزل. وانا كان نفسي، بس وانا كان نفسي انه ينزل، عارف انا دايما بس بقول هو في ايه برضه ربنا رايد بتوفيق لعمرو في ختام مسيرته في الاهلي بالظبط. قبل ما يروح هو سبحان بيدفست. الله، وحست المدرب كمان يعني، طبعا، لان هو اقرب، يعني حست اقرب المدرب مننا كمان، كلنا. مع ان عماد متعب الاقرب، لكن انا كاحساسي كمدرب ان انا لا، عمرو ممكن في كروس يبقى يطلع ايوه ياخد صحيح الكوره لانه صحيح، عمل عمل قبل كذا كده. محاولة. هو الطبيعي ان عماد، لكن انا احساسي كمدرب هو بيختلف. وهو طبعا كان دايما هو بيقول اقرب مننا. بالظبط، دايما بيقول ايه، المدرب هو اللي هيشيل المسؤوليه. بس خلي بالك ان هتلاعب بقى عماد، هتلاعب عم حارس، هتلاعب مش عارف مين، انت لاعب اللي تلاعبه، بس المهم يعني نكسب.